انطلاقات مستمرة ومثيرة. البداية كانت مع أشواطنا الصباحية، حيث كانت الوسمية صبحتنا من البداية في أول أشواط الصباح لهالي إرماح. ويأتي هنا سهيل بن خليفة بن سالم بقطري الخيري، 40 ثانية، 9 أجزاء من الثاني، ثاني وناموس، وسلام لهالي إرماح سلام. بينما مشاهدينا الكرام الشوط الثاني ذهب مع مرية تعود ملكيتها لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، وسلام لهالي المرموم، حيث قطعت المسافة في 12 دقيقة 43 ثانية وجزئيني من الثانية. سلام وتحية لابن عمهي على الفوز والانتصار. شوطنا الثالث يأتي الواعي لمالك عبد الله بن أحمد بالعود العامري، محقق 12 دقيقة 40 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. سلام وتحية لأهالي السمحة على هذا الفوز والانتصار، وحيثما قدم الواعي هذا الإنجاز. الشوط الرابع يأتي مودع تعود ملكيته العلي بن أحمد النيادي، تزع المركز الأول ب 12 دقيقة 46 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، حيث فاز بأول أشواط القعدان المهجنات الأصايد من الجولة الرئيس. أما شوطنا الخامس مشاهدين الكرام حيث كانت هملولة على موعد بانتزاع المركز الأول لمالكها منصور بن حماد الكتبي، حيث قطعت المسافة 12 دقيقة 40 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لتسجل فوز وناموس مستحق مع الأبكار المحليات الأصايل. الشوط السادس ذهبت الشايبة بناموس هذا الشوط لمحمد بن مسلم بن طاسة العامري ب 12 دقيقة 42 ثانية 8 أجزاء من الثانية، لتؤكد مصداقية أدائها الجميل والمتميز، وسلام لهالي زاخر سلام. الشوط السابع يأتي مغرور لمالك علي بن محمد السنيدي من السلطنة، حيث قدم عرض ممتاز ب 12 دقيقة 47 ثانية وأربعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس وسلام للسلطنة سلام. الشوط الثامن يأتي مشاهدين الكرام التيار ينتزع المركز الأول لمالك محمد بن علي بن حمود الظاهري، منتزعا ومحققا هذا الفوز ب 12 دقيقة 54 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية. سلام وتحية عيناوية إلى مالكي هذا الشعار. شوطنا الثامن أو شوطنا التاسع تأتي مخيلة مجددا لتحقق نقطة ثانية في هذا الصباح لمحمد بن علي بن حمود الظاهري، و 12 دقيقة 46 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تحية وسلام، والسلام كذلك والتهنية لراشد بن حمد السنمار على هذا الفوز والانتصار. أما شوطنا مشاهدينا الكرام وهو شوطنا العاشر في انطلاقات هذا الشوط ذهب لهالي المدام، حيث كانت مغامرة لمالكها راشد بن سعيد بن سليم الكتبي، 12 دقيقة 40 ثانية 6 أجزاء من الثانية. هذه مغامرة أمامكم حيث أدت أداء جميل وأبلت بلاء حسنا، وسلام للمدام سلام. بينما مشاهدينا الكرام شوطنا الحادي عشر يأتي مكلف لمالك خليفة بن سالم بن حلوكة، حيث انتزع المركز الأول يا بن حلوكة وسلام لراس الخيمة سلام، 12 دقيقة 45 ثانية وجزئيني من الثانية. تهانينا خليفة بن سالم بن حلوكة يا أبو حمدان على الفوز والانتصار. شوطنا القادم هو الشوط الثاني عشر، حيث كان هنا نبراس ومالك نبراس أحمد بن سيف بن سالم النيادي، سلام المغافة سلام على الفوز والانتصار ب 13 دقيقة بوفاء وتماما وكمالا. تهانينا أبو سيف على الفوز والانتصار وتحية عيناوية صباحية. شوطنا القادم هو أول أشواط الإنتاجي والمنتجين، تنافس مثير وتحدي خطير حتى النهاية، والتوقيت الأفضل يسجل مع بشاير مالك صالح بن حمد من غصنة العامري، حيث حظت بناموس هذا الشوط وقطعت المسافة 12 دقيقة 37 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس ولحظات الفوتو فينش الحاضرة مع مياس علي بن عمير الكتبي، أدى أداء جميل وتوقيت مميز بالفعل للأبكار الثنتين في مستوى هذا الشوط. بينما شوطنا الرابع عشر كانت حضور لمالك سالم بن محمد بن مشرش العامري، قطعت المسافة 12 دقيقة 42 ثانية وجزءا وحيدا من الثانية لتحلق في ناموس آخر في هذا الصباح. الشوط الخامس عشر يأتي نصيبان لمالك سيف بن مبارك بن هواش الخيلي، قطع المسافة 12 دقيقة 43 ثانية وسبعة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. بينما شوط الختام مشاهدينا الكرام ذهب مع الفارس السليم بن السالومي الدرعي ب 12 دقيقة 49 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، سلالة فارس العاصفة ينتزع المركز الأول في شوط الختام، وسلام لأهالي القوع سلام. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت نتيجتنا لمستوى هذا الشوط الختامي لانطلاقات هذا اليوم. المستوى كان جميل ورائع ومتقارب من الجميع، سواء من الشوط الأول حتى الشوط السادس عشر كانت النتيجة مميزة، وكذلك التوقيت في مستوى أشواط الصباح كانت متقاربة من بعض البعض، دليل على قوة
الأداء الجميل التي قدمته سن الثنايا في صباح هذا اليوم، وخاصة مع آخر تمهيديات المرموم لهذا الموسم قبل الختام المنتظر والمرتقب من الجميع. لكم الشكر الجزيل مشاهدينا الكرام على المتابعة عبر دبي ريسينج، من أستاذ تيسير شنابله من الدار، وأخرج لكم هذا اللقاء على الهواء مباشرة، ومن طاقم العمل الفني جميعا لقناة دبي ريسينج والنقل الخارجي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة من المرموم. الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم نلتقي بحضراتكم مع هجن أصحاب السمو الشيوخ من سن الثنايا للتشويق والإثارة مستمرة. تظرون في المساء، إلى اللقاء.